السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نشرت نجمة بوليوود الباكستانية رابي بيرزادا عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور لها أثناء تأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة وسط إعجاب من قبل المتابعين أثناء ظهورها بالحجاب، فيما عبرت رابي عن سعادتها المطلقة لأدائها مناسك العمرة. أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ممثلة بوليوود الباكستانية رابي عبر حسابها على إنستغرام صورا لها أثناء تأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة، وذلك عقب نشر تسريبات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في أوضاع حميمة. أعلنت ممثلة بوليوود الباكستانية رابي بيرزادا اعتزالها الفن بعد أداء العمرة في مكة، حيث نشرت صور عبر حسابها بإنستغرام وعلقت قائلة: صليت من أجل كل من وقف معي في هذه الرحلة. من الصعب جدا التحكم في عواطفك عندما تكون أمام الله، لقد أعطاني الله حياة جديدة، حياة مسلمة. وأرفقت رابي بيرزادا قولها بصورتها: نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة لأن هذا شيء أفتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدأ طقوسنا الدينية بعيدا عن الرياء والتكبر. جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلنا أكثر سعادة. كما أبدت رابي بيرزادا انبهارها بمشاهدة الكعبة وعلقت قائلة: أنا فنانة، أرسم وأصور، لكن بصراحة لم أرى مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا. لقد أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد لأنها معجزة في حد ذاتها. وكان نشطاء قد تداولوا مقاطع فاضحة وخادشة للحياء، مما دفعها للإعلان عن قرارها بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة. وزيارة الكعبة الشريفة والتقرب إلى الله وسط مساعة وإعلان من الممثلة الباكستانية أنها تسعى لاعتزال التمثيل وارتداء الحجاب وطلب المغفرة من الله بعد مقاطع الفيديو الفاضحة لها، حيث تم تداولها بشكل كبير عبر فيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.